احرميه لزوجك من الفراش مشان يتعلق فيك أكثر. هاي نصائح من خرابات البيوت، نصائح من خرابات البيوت. يا بنتي يا بنتي، ما بيجوز هذا الكلام، هذا حرام، هذا حرام. نحن بزمن الحرام سهل، بتجي وحدة غبية، بتجي وحدة خبيثة، بتجي وحدة مجرمة، بتنصحك مثل هيك نصائح مشان ايش؟ مشان تدمر لك بيتك، وانت بكل غباء بتتقبلي، بتظن انه هذا الشيء بتعالجي فيه مشكلة من المشاكل. بينك وبين زوجك مشكلة بالتوب، جاب لك توب ولا ما جاب لك توب، اخذك لعند اهلك ولا ما اخذك لعند اهلك، شو دخل الفراش؟ برا الاسواق، الجوالات، السوشيال ميديا عم تغلي غليان بالفسق والبلاء. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. لا تمنعي، لا تعالجي ولا شيء، ولا شيء بتعالجي بالفراش. الفراش بالعكس، اكسري عين زوجك بالفراش، هذا الصح. اغنيه بالحلال عن الحرام، اذا دعاك هو، اذا هو دعاك ما بجوز على الاطلاق انك تتاخري عليه. لكن انا بدي انصحك نصيحه يا بنتي، لا تستنى لا يدعيك. انت بالنسبه لك واجبك انك في زمن الفتن دائما تكسري عين زوجك بما احل الله حتى لا تميل عينه الى ما حرم الله. زمن فتن، وهدول اللي بينصحوا مثل هيك نصائح والعياذ بالله، بتلاقيها وحده فاشله، وحده مدمر بيتها، وهي عم تنصحك بتقول لك فعلي وما تفعل. روحي تدوري، لو انت نافعه ما كنت فشلت هذا الفشل اللي انت فيه. لا 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 تاخذي هيك نصائح، ديري بالك واتقي الله، اتقي الله في بيتك.